تشوف أكو جماعة من الشيعة لا يختلف عندهم الحال بين المرجع الديني الذي تشهد له الحوزات العلمية بالعلم بالورع بالتقوى وبين من يدعي المرجعية وهو لا خلاق له لا في علم ولا في دين. يقلدون هذا ويقلدون هذا فقط لأن فتاوى تتناسب مع الأهواء والرغبات. هذه ظاهرة خذلان للرموز الدينية، ظاهرة خذلان للمرجعية الدينية، ظاهرة خذلان للقيادة الدينية. منشأها ضعف انتماء اللي ما يفرق بين المرجع اللي من الطبقة الأولى وبين المتمرجع المدعي للمرجعية. عنده ضعف انتماء للمرجعية الدينية.